السلام عليكم فرندي زين، كنتمنى كلشي يكون على خير وبخير. اليوم جيتكم بواحد الفيديو زوين. اليوم اول مره غادي نضومونديو من شي ان. كيف ما كتشوفوا جيت غير باش نشارك معكم المشاريات ديالي. شريت رينج لايت ديال التليفون، كتركب في التليفون وكتشعل بالضو، وخديت بوب ات مربعه وبوب ات على شكل براسلي، وهادي وري عليهم انت هادي، وخدينا هاد السنيسله فيها نجوم. بالنسبه لي هاد لي بيجو ديال ماما غادي نشاركهم معاكم. خدات هاد لي براسلي سامبل، وخدات هذا في هاد الزواقة، وخدات هاد الزويقات، وعاوتاني حتى هاد الزويقات، وعاوتاني خديت هاد حتى هما زويقات. وخدات حتى هاد حتى هما زويقات. هذا كولي بالحلقات ديالو، وعاوتاني حتى هادو براسلي، وحتى هادو حتى هما براسلي، و حتى هاد الحلقات، وهادو الحلقات، وحتى هذا بغاسلي. عفوا هذا راه كولي على شكل لفعه بالحلقات ديالو، وهذا فيه خاتم هنا. وبالمناسبة انا خديت عاوتاني هاد المسطرة لخويا حيت بلو، وهادي وهادي حتى كدير رجلين، وهادو كيسقو في الحيط ديال البيوتة، خلينا جوج. وخدات ماما هاد بالنسبه لهاد البزاطين ديال ماما، وحتى هذا، طفالي التليفون كمل معكم بزاطم ديال ماما. هذا هو اخر واحد. بالمناسبة انا شريت التاتواج، وخديت هاد السكيلو، وخديت هاد
البورشيطة، هاد البورشيطة ديال ماما. وانا خديت هاد خديت حتى فيها حرف اف حرف سميتي، وحتى في كاسكيطه كاين بالنسبه لهادو موتيف ديال القهوه كيتراسيو القهوه، حتى شي نهار ونجربو معكم كافي موكا. بالنسبة خدينا هاد الضو كيتعلق في البيت، بالنسبة لهادي مراية ديال الحيط انا نحلها معاك. بالنسبة لهاد الدوارة الكبيرة صلاتينا من الرساء من الصغار وصلوا سالمين. بالنسبة خشينا خدينا جوج شيتات، وحدة زرقاء ديال خويا، هاهما، وأنا خديت وحدة غوز. هاد الشاصية كانت فيها واحد الكابيتو راه لابس بابك، هادو كانوا هما المشتريات ديالنا. ويلا معنا نصيبوا واحد ان بوتي كيك، لا ميتريس عندها عيد ميلاد غدا، وكنبغي نقول لك اكبر تحية، جويوز انيفيرسير ميتريس. كيف ما كتشوفوا الكيك ديجا وجدناه قبيلة، ودابا غادي نمشيو باش نصيبو الكريم. بعد ما وجدت لاكريم ديالنا وسقيت الكيك بالحليب، ودابا غادي نذوقوا الكيك ديالنا وغادي نكملوا الكيك ديالنا وغادي نوريكم الشكل النهائي. كيف ما كتشوفوا حنا حطينا الكريم في الطبقه الاولى. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نصيبوا الكراناج بشوكولا غيش. من الافضل لكم انكم تشريو شوكولا غيش، حيت هو اللي كيطلع الكراناج زوين بزاف. ها هو الشكل ديالو، كيكون صغير ومدور في شكل قرص. بالنسبه لطريقه طبخ الكراناج، كنحتاجوا الحليب والزبده وشوكولا غيش باش كيطلع الكراناج زوين. المهم بقاو معنا غادي نمشيو نصيبوا الكراناج. بعد ما ضفنا كاس وربع ديال الحليب غادي نضيفوا عليه الشوكولا. دابا غادي نضيفوا جوج معالق كبار ديال الزبده. بعد ما ضفنا الزبده غادي نحركو مزيان. بعد ما درت الكيكه ناباج وزوقتها من الجناب ودرت لها الكريم، غادي نكتب دابا هنايا هابي بيرثداي ميتريس. كيف ما كتشوفوا هذه هي النهايه ديال الكاطو ديالي اللي صيبت لا ميتريس. كنتمنى كنتمنى ان كل عام يدوز عليها بخير وسلام،
وهذه هي نهاية ديال الفيديو. عندكم تنساو لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنبغيكم بزاف. باي. هابي بيرثدي بروفيسور. عطاكم تنساو لايك. باي.